ولا معنى ولا شيء لإلها، حتكون الأولى وحتكسر الدنيا. هلو هلو جايز، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا كتير 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 منيح وانتم عم تشوفوا فيديو اليوم. فيديو اليوم كنت حابة أعمله من زمان، بس السبب الوحيد اللي ما عم خليني أعمله هو إنه عم بحضر مسلسلات كتير ومش عم بفضل أعمل فيديوهات، مش عم بفضل أعمل صور ولا عم بفضل أعمل شيء. بس قلت بما إنه قربت الجامعة والجامعة حتحرق سلافي ورح تعبني وما حقدر أعمل فيديوهات، لازم أعمل هالفيديو بقى. فأكيد شفتوا من العنوان، الفيديو هو إني أنا حأختار أجمل 8 أغاني أنا بالنسبة لي أحسن أغاني يوتيوبرز على اليوتيوب. صراحة ما وصلوا معي لعشرة، أنا بلش الفيديو. هذا الفيديو حيكون كتير 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 قصير. قولي تحت بالكومنتات إذا أنتوا موافقين على رأيي أو لا. بتمنى تكونوا موافقين على رأيي لأنه أنا بحس ذوقي بالأغاني كتير حلو وهيك. فقبل ما بلش الفيديو ما تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب، اشتركوا بالقناة بالفأس على الزر الأحمر اللي تحت، اشتركوا اشتركوا بليز 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 بليز. أوكي وما تنسوا تعملوا تفسوا على هذا اللي مثل الجرس حتى تفعلوا زر التنبيهات يوصلكم تنبيه كل ما نزل فيديو. انا بالمرتبة الثانية عندنا لما منحب لقناة تالين تيوب، تالين تيوب فاميلي مع جوزة لؤي. صراحة كثير حلوة الأغنية، بس حبيت صوت جوزة أكثر منها بالغنية. لما منحب بتصير الدنيا ألوان. بالمرتبة السابعة عندنا أغنية يلا شوي لنور ستارز. صراحة يعني حلوة الأغنية، مرحبا انا بحب الاغاني المرحبا. علي المزيكا وعلي المايك، استنى شوي. بالمرتبة السادسة عندنا اغنية لانا روز لاسمها سايد افكت. صراحة كثير اسمها حلوة، كلمات حلوة، صوتها حلو، صوتها كثير ناعم وهيك حنون، فبحطها بالمرتبة السادسة. جو حطاب. صراحة الغنية الكلمات بتجنن. هلا حاطلكم مقطع منها، عن جد كتير كتير الكلمات حلوة. فهي بالمرتبة الخامسة. بالمرتبة الرابعة عندنا غنية علي المزيكا لنارينز بيوتي. صراحة غنية كتير هيك فرحة مثل غنية نور ستار، غير انه صوتها طالع حلو بهالغنية. شو بدنا في اللي زعلنا؟ شو بدنا في اللي وقفنا؟ بالمرتبة الثالثة عندنا أغنية آسف لدايلر، صراحة كثير بحبها الأغنية. أنا آسف ما كان المفروض أسوي اللي سويته. بالمرتبة الثانية عندنا أغنية هلا يا سيدي لناري. صراحة أنا لهلا ما شفت ولا أغنية لليوتيوبرز مثل أغنية هلا يا سيدي. سيدي كانت عن جد كثير حلوة بالرغم إنها هي كانت كلماتها. حبيبي يلا 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 المرتبة الأولى في غنية لهلا ما نزلت ولا حدا سمعها، ما عندنا ولا شيء لإلها، ما عندنا ولا مقطع من غنيتها، هي غنية عائلة أنا صالة. بس أنا متأكدة حتكون الأولى وحتكسر الدنيا. لأنه ما عندنا مقطع من هديك الغنية، ححط لكم مقطع من الغنية اللي غنتها بالجندر ريفيل قد ما كانت حلوة. طول ما احنا سوا الفرحة تملى القلب. فجايز إذا عجبكم الفيديو ما تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا جرس التنبيهات مشان يوصلكم كل جديد لإلي، لأنه أنا كتير متحمسة أعمل فيديوهات هالفترة، لأنه حابة يصير عندي سبسكرايبرز كتير، فساعدوني بهالشي. بحبكم كتير وبشوفكم بفيديو جاي. باي.